عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم داليا من أخبار الدار. ذكر لي أني لحوحة عندما أطلب من ماما والبابا شيء، وبعد التكرار ونشبت لهم في الحلق مثل الزرار. وافقوا أهلي لذهاب مغامرة الأدغال، أقصد الحبال، ويا ليتني لم ألح على أهلي. خفت وكذلك يكون من العار. يعيب عليك يا داليا، إلا يعيب عليك يا داليا، يا ربي عليك. طبعا استجمعت قواي وتسلقت بكل ما أوتيت من قوة، وكان جد المغامرة جميلة، وأختكم طبيت بالعميق. تشوفوني هنا، تشوفوني كيف طبيت مشيت على الحبل. مستوعبين؟ يا ربي يا قلبي بيوقف. إيه، لكني لم ألبس وطبيت على طول بالعميق. أنا قد رحت لها مرة تخوف، أول ما لعبتها تخوف. أيوة، وطبيت بالعميق. مستوعبين؟ فجأة أول ما طبيت من العميق على طول، يمه قلبي بيوقف. إلا صرخاتي تعال بكل مكان، تعال لنجدتي. الحمد لله أتى القائد وأنقذني من موقفي اللي راح يسبب لي بصمة الانهيار. شوفوا كيف أتهزز. شوفوا يا حلالك. أنا يوم رحت نفس المكان قعدت أقول لين تمسك في توازنك، لين استمر. شفت الحبل تمشين عليها، بعدين حبل، بعدين تصير مربوطة. أنا مشيت عليها، كنت بمشي، بعدين يوم هذا نزل بقناة فلانات، طيب جت سيارة قالت تمشينا على طول، قلت خلاص لا خلاص تراجعت. يا قلبي كان شعور عاد. احلى شيء اللي تصير حبل بعدين تنزلين. اي والله. اي هذيك. والان راح اقول لكم الخبر الثاني اللي ما حد راح يتوقعه. يلا تفضل. الخبر الثاني اخبار الدار المحرجه. الحمد لله ما انتشر على العامه للمجد العفويه في براءتها. تم تسميعي انشوده من اخواني معكوس الله يصلحهم ويهديهم. سامحني يا استاذ موسى العميره، أشرها على أخواني، بس هيني أنا أوريكم. شوفوا المقطع، شوفوا شلون. يا ربي موت بالبنيتي. أخيتي كفختها من علتي. موت بالبنيتي. أخيتي موت بالبنيتي. أخيتي كفختها من علتي. هذا أخوك اللي قاعد يقول لك اللي يسألني مين هذا اللي قاعد يقول لي. هذا خالي الله يحفظه. طبعا أنا أقول شو اسمه، هو المفروض أخيي كفخته في نعلتي. أخيتي كفختها في نعلتي. بالعكس حنونة، تعطيك اللي تبي، لكن أولادي بيلهم الجلد. أنا يا ترى تبر النت أقول ما تقول بنيتي. أخيتي كفختها. بس ما تقول بنيتي، تقول أخيتي. اللي يقول أخيتي كفختها من علتي. يلا يا أخبارك قولينا، وش عندك؟ الأخبار. يلا يا أخبار طريفة. الخبر الأول، زارتنا قطة صغيرة في يوم مسمش. عليكم شديد الحرارة، وكان يبدو عليها جوع المعطش. للأسف أن عائلتي تكره القطط كثيرا، لكني حاولت أن أدخلها للمنزل وأعتني بها. ثم بحمد الله موافقتهم بشروط قاسية، وهي أن أعتني بها وألبي جميع الاحتياجات من النظافة ومأكل ومشرب، وأن لا أدخلها إلى غرفة النوم أو لا تتقرب من صالة جلوسنا. بعد نقاش طويل قررنا إضافتها في منزلنا حتى تكبر، وذلك من الباب الرأفة ورقب الحيوانات. اعتنينا بها لمدة أسبوع كامل ولله الحمد. لكن الأخت اللي اسمها قطة بدأت تمول وتصحينا من النوم، لأن كان فيها نوم، حتى إذا صارت جوعانة تصحينا من النوم.
عرفت كيف؟ ففي هذا اليوم اكتشفت رازان ان الامومة صارت صعبة جدا جدا. عظم الله اجر امهاتنا. الله كل هذا كبرت؟ ايوه يعني خلاص يعني عرفت كيف؟ خلاص كبروا. الخبر الثاني جميعا. الخبر الثاني، في يوم السبت من الأسبوع الماضي في كواليس برنامج بنات، وذلك بعد انتهاء من البرنامج عادت إلينا ريماس وفي بمصاصتهن التي كانت خاصة بفقرات المسابقة فقط، وكنا نظن أنهم سيرفضون اللعب بالبث المباشر لأنها قد تسبب لهم إحراج وتذكيرهم هنا بالطفولة المتأخرة. إيش اسمه؟ أعجبني وشدتني ثقتهم بنفسهن واستمروا باللعب المصاصة حتى بعد انتهاء من البرنامج. وكانت تقترح ريماس لأنها بنكهة برتقال لكانت أفضل. أما في تتمنى بالمرة القادمة أن تكون بنتك النوتيلا. خلونا نشوف المقطع مع بعض بدل نعلق عليه. يلا حظها عشان معها رهبة بس كانها نسيت كلمة واحدة. لا ما قالت، ما نسيت كلمة. اسمعني قول ثلاث كلمات. وانت يا رزان مقتنعة بكلامها؟ انا عندي سؤال، اذا شفت فزتوا بحقة التمثيل، اذا احنا فزنا بحقة السماعة وحقة التمثيل وحقة التمثيل وكمان فزنا بحقة العمل الفني، كل شيء فزنا. لان انتم بس فزتوا بمسابقة واحدة. فوز خسارة بس. حتى أحمد يونس يقول ما قالت إلا كلمة، وهي قالت ثلاث كلمات. لا والله أحمد يونس جابت سيرة أحمد يونس. حسبي الله وكيل. يابا شكلهم كيوت بالمصا ما شاء الله. ثقة كبيرة. أحس بيبي كذا. ونعطيهم هذه عليهم بيبي. يلا لبك إيش قلتي؟ أقول نخليهم يلبسون مصاصات ونعطيهم هذه على إنها رضاعة. ما شاء الله ثقة 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 بالنفس. عندك ثقة؟ لا مو عيب، هذه ثقة بالنفس مو عيب. عندك أخبار ثانية؟ أنا؟ خلاص يلا أخبارك. يلا خبرنا الأول، صورة مسربة وحصرية لبرنامج بنات، سيلفي للنجوم تدشين الدورة الرمضانية الضخمة لقنوات شبكة المجد لعام 1442، حيث تم تصوير هذا السيلفي قبل بدء البث ببضع ثواني مع كبار نجوم قناة المجد، الأستاذ هاني مقبل والأستاذ إبراهيم النقيب. شوف هذه الصورة. أما عن خبرنا الثاني، مقطع فيديو يحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. حدث هذا الفيديو والذي تظهر فيه نجمات برنامج فضائي الموسم الرابع مصابات بكدمات عنيفة، مما أدى للهلع والخوف لدى المشاهدين، مما أدى لسرعة انتشار مع أن الموضوع مجرد مكياج سينمائي لتصوير شارة برنامج فضائي. ويلا خلونا نشوف المقطع اللي قلت لكم فيه عشان إنه يعني انتشر هذا المقطع بخوف وكذا، وهذا كان البرنامج فضائي. شوف 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 ايش كان الضحك. هذا فضائي اي. شوف هذه رماس وهذه انا وهذه ترى هذا بس مكياج اللي يحطونها اللي شوف ايش كان اللي يحطونه على البلاشر وكذا يحطونه على الوجه حطوه علينا. لا تخافون ترى مو صدق. اي ترى ما هو بصدق يعني لا تخافون.
يعني كل قال بسم الله على بنات احس متابعين خافوا. يلا خبر الثالث. أما عن خبرنا الثالث، صدفة طريفة في صباح عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث التقت لبنى بصديقتها داليا بمصلى العيد من غير ترتيب مسبق، وكان لقاء مليئا بالسعادة، وصار عيد كورونا عيدين. شوف الصورة، شوف كذا أنا وإياها. إيه حنا ساكنين بحي واحد. إيه هي يعني كانت احنا كنا بالمصلى اللي فوق وهم كانت بالمصلى اللي تحت، فهي تقول كان معاها دول تقول يا رب يا رب يا رب يجون يا رب يجون. فعلا احنا بجف اقول لينا هذي مين، تقول تعال يا بعد اي فجاه انا اناظر يمين اناظر كذا فجاه تقول بسم الله بس كله حزن بس زي اليوم. شفت اليوم؟ تخيلوا اليوم كانت فاي ورزان كانوا جالسين مع بعض، بعدين جيت انا اقول بعدين تعني انا وغزل بعدين قسم قسم بالله المتابعين وانا تو يعني يعني بدخل الباب اقول ان شاء الله لبنى موجوده، الاقي ادخل الاقي فيه موجوده. قلت يا قلت يا ليت لبنى بتجي. اول يعني كاني انا كنت العب مع في ولا عطر الف كذا راسي الاقي في لبنى. انا عطر يعني عطر صرخنا ايه يا رب صراخ اكيد. ونسمع اخبار فيلون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الخبر الاول، في الاجازه كانت ابها ترتدي حلتها الخضراء المكسوه بنبات البرشومي، وكان لنا او اكلنا من طعامهم اللذيذ، بارك الله لهم وبهم اهل الكرم. وبعدين واجوائها المنعشه اللي انعشت قلوب زائريها، وكان لنا نصيب من تلك الاجواء الجميله. وعند وداع تلك الاجواء الجميله وفي طريقنا للرياض، تمهل أبي بالسير. لم ندرك السبب إلا عندما توقف عند سيارة فيها عائلة، وكان أبوهم يحاول فك الكفر لتغييره. عندما قام والدي حفظه الله وأخي بمساعدته حتى أنجزوا المهمة بإتقان، مع التواصل بينهما ليطمئن عليهم. كما كان أبي فخرا لنا وعلمنا درسا في هذه الحياة. تحية الوالد في. والله ما شاء الله تبارك الله. اي نزل وساعدوا فك الكفر وركبوا. يا اخي فاعل خير فاعل خير. وانت ساعدتي ولا تركتي تناولين؟ لا ساعدت وجبت لهم مويه. لا جبت لهم مويه. اي عادي هذه كأي شيء. تحيه لوالدك الرائع الفاعل الخير. تحيه لك اكبر تحيه لوالد فاي واخوك اخوك اخوها. الخبر الثاني، قبول أخوي بالوظائف المناسبة لهما، وأقول لهما مبارك لكما، والله يجعلكم نافعين للأمة الإسلامية ولوطننا المعطاء، ورفع الله مراتبكم دنيا وآخرة. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك على الوظيفة اللي توظف يا أخوي. الخبر الثالث، من بيت جداني، نور ناصر العريفي بيتهم، وأبارك لي خالتي بكتكوتها الجميل ناصر، وقولوا ما شاء الله ما شاء الله. كذا أحس في شبه فيصل وهو. والله ينبته نباتا حسنا. كم عمره الحين؟ مبروك المولود والوظائف وفعل الخير. هذا ابن خالتك ولا وش جارك؟ ولد خالتي. ولد خالتك. الله يبارك فيها. الله يحفظه الله يحفظه. يمكن قرب شهر، يمكن قرب يصير شهر. هذه كنا منك يلا. هذه شوكولاته له. الله ترجعها تشيلها ان شاء الله. لا ترى بدق عليها بقول اعطيك شوكولاته. طيب يلا لا تاكلينها.
خبرنا الرابع من الأرشيف. أول ما نادوني في برنامج بنات كنت بطير من الفرحة. الله. فكنت مرة مرة مستانسة، فطفيت اللمبة وبيجي صاروخ على السرير. ومع سوء التقدير حيخسرك كثير. لقيت نفسي في الأرض وسني جرح فمي. فبدال ما أنوم بدري رحنا الإسعافات نطمن، وقالوا الحمد لله ما فيك شيء. سلامتك. وقالوا يومين وتتحسن، وموية وثلج، موية وملح وكم مادة ثلج. وشوفوا كيف شكل فمي يضحك، كان مورم. يلا شوفوا كيف شكل فمي. أول حلقة لي شوفوا كيف كان شكل فمي، كان يضحك يضحك يضحك. كنت صغيرة كان مورم شوي. كنت صغيرة الحين تغير شكلك. ايه وشوفوا لاحظوا 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 من هنا عند فمي كيف في كذا مورم. يلا رماز حنين كان صغار. ما احب اشوف ذول الاشياء. مره كان صغار. عسى تقومي بالسلامة ان شاء الله. تقومين قامت وخلصت. قامت وخلصت بس لازم نقول لها. يلا خلصت الاخبار. اخبارنا الرائعة. الخبر الخامس لين، واللي هي أنا غاضبة لعدم مشاركتها في حفلة بنات السابقة. ولماذا؟ دعونا نرى الفيديو. يلا نال هلا تشوفين. رماد الآن يريحوني. رماد أول قلب في الحياة الأولى ورلان معاً ما بيلا أنا أرتاح. أستاذ أحمد قال كذا. أستاذ أحمد قال خلينا نريح لين اليوم الفترة دي. اسمع بقول لك، أصلا بعد شوي إحنا رايحين لهم ترى عندك. لا وش مسوين الثانيتين؟ اسمع أنت صح عشان صوتك حلو تبارك الله، يبونك قناة المجد بأناشيد جديدة. قالوا ما نقدر نخليها تمثل وتنشد مرة واحدة. العادي. بس تبين صديقاتك. خلاص يلا قومي خلينا نروح لهم يلا نفاجعهم. والله العظيم يلا يلا قومي نسي. بقول لكم ليش يمكن كلامي مو واضح وانا اصيح. طبعا انا كنت اصيح لان المخرج الله يسعده ويحفظه، طبعا هو برنامج بنات لازم نطلع كل اسبوع واحده، وانا اول واحده طلعوني. طيب ليه؟ طبعا انا كان عندي تسجيل في قناه في استديو حق قناه المجد، ماما قالت احنا رايحين لهم. ليش كنت ابكي؟ لهذا السبب بقول لكم الحين، لان انا كنت ابغى اروح بس ايش بدلوني في داليا. داليا. انا اول ما شفت الفيديو حق قلت خلاص خلاص ان شاء الله ريلاكس ريلاكس ريلاكس.